طب انت عملتي دور عالمة ورقاصة في كذا، يعني في كذا مسرحية وفي كذا فيلم وتلفزيون، الفرق في فروقات بين الرقاصة دي والرقاصة دي؟ انا ما عملتش عالمة الا في حواديت اللي هي عالمينيا بتاع الفريكيكو. التاني بقى رقاصة في كباريه. ما فيش فروقات. لا دي بتجودي فيها شوية. يعني بدل ما تبقى مصربعة زي الفريكيكو، لا بتبقى هنا عقلة شوية. يعني ترقص عقلة شوية. طب ايه بقى الشخص؟ اولا برضو اشتغلتي مع الاستاذ حسن الصيفي. ما البعبع دي مع حسن الصيفي. الاستاذ حسن الصيفي. اللي نكشة شعرها دي. والاستاذ حسن الصيفي بقى كان بيسيبك تنطلقي، ولا هو من النوع برضو اللي بيتخض ويقول ايه ده وده مش في النص؟ لا هو الاول قال مين دي؟ قلت له انا استاذ حسن. قال والله حلو قوي اللي انت عاملاه ده يا سوسو. اتبسط. حلو. قلت له ما هو اصل جايبين لي فستانين مع ايديهم ملوح مشرشر، ده ايه اللي هي ما يضحك يعني يطفش زي العريس ما يطفش، عايزين نطفش. فعملت كده فانبسط قوي قوي. ومشينا الدور على كده. وعملت معاه بقى اللي هو مبكى العشاء اللي كان فيه رشدي وسعاد حسني. طب سعاد حسني علاقتك بيها ايه؟ شفتيها؟ كانت عارف. حبيبتي كانت لطيفه، شخصيه قوي 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 قوي. وكانت نازله في اوتيل في اسكندريه، كل ما اروح من المسرح واجي من المسرح افوت عليها. تفوتي عليها. قبل اختها صباح ما تعمل الحادثه. طب اشتغلتي مع الاستاذ صلاح ابو سيف؟ صح. هو هذا هو الحب والمجرم بتاع حسن يوسف. والله يرحمه محمد عوض. يعني استاذ صلاح سيريس شويه، جد شويه، بيحددك شويه كان ولا لا؟ لا ما هو بيشنكلك كده، بيربطك بالسلاسل ويقفل بالقفاه. والله ما كانش يديكي فرصه لا 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 لا. لذلك انت تفضلي كنت تشتغلي مع الاستاذ حسن الامام طبعا، استاذ حسن الصيفي. حسن الصيفي. بركات. حسين كمال ما اشتغلت معاه. النداهه. النداهه صحيح. يعني احب اللي يديني يعني يسيبني مرحرح على حريتك شويه. بدل ما ابقى تنشن كده. طب ايه الدور اللي طول عمرك تحلمي انك تعمليه وما عملتيهوش؟ الدور الحلو. مفيش دور معين؟ لا. ايه اهم ما يعني مميزات الدور تبقى ايه؟ مميزة الدور يبقى فيه زي ما قال احمد بدير الكوميدي والتراجيدي والرقص البلدي. والرقص برضو. طيب يعني كنت بتستمدي شخصياتك منين؟ يعني في ممثلين بنسالهم انت عملت الشخصيه دي حلوه ازاي؟ يقول لك والله كان في مثلا البواب بتاعنا كان بيعمل كده كده، او شفت واحد بيع جرايد، او شفت. هل انت كان في شخصيات في دماغك بتستمدي منها الحاجات دي، الشخصيات اللي لا خالص؟ لا 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 لا، اختزان طبيعي ابتكاراتك. عادي. بقول زي ما قلت لك بسمي ودب ودب. انا حلوه، انا عايزه اسمي ودب بعد كده في المسلسلات. طب معانا الشاشه وهنشوف هتقول لنا ايه. اولا هبعت البوسه بتاعت صفاء بتاعت كل مره. وبعدين بوسه بقى كبيره قوي 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 قوي. هدايا طبعا هتطلع من الكادر، مش عارفه الكادر قال لسهير. يا حبيبتي يا نيلي. سهير اكيد 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 انت وحشاني جدا جدا جدا. وطبعا انا كان لا يمكن اتردد لحظه اني اجي اتكلم عن فنانه كبيره زيك، ولا اقدر اقول لصفاء لا ما اقدرش اجي. هبتدي بقى على طول بقى كده اقول. انا بحس ان الفنان نوعين. نوع الواحد لما يشوفه كده يقول ده شبه الفنان الفلاني ده، يعني في منه او امتداد له. وفي نوع تاني هو نفسه مش زي حد. هو اللي طلع الطالعة الاولانية. له شكله، له ملامحه، له شخصيته، ما ينفعش يبقى زي حد تاني. سهير الباروني من النوع التاني ده. يعني سهير لها اعمال جميلة
وانا بتخيل لما بي لما لما حد بيترشح بيبقى فيه مجموعة أسماء، يعني بيقولوا فلانة أو فلانة أو فلانة في الإنتاج، يعني لو ده ما حصلش الاتفاق معاه يبقى فلانة أو كذا. سهير لما يتحط اسمها في الترشيحات مش هنلاقي حد تاني يتحط جنبها، هتبقى يونيك لوحدها لأن ملهاش زي. وفي حاجة تانية كمان فكرت فيها قبل ما أجي، بتهيألي إن الكتاب أو المؤلفين اللي كتبوا روايات لسهير ما تعبوش قوي في حكاية الإفيهات دي، كانوا بيعتمدوا تهيألي عليها هي، تهيألي كانت هي بيبقى عندها حاجات وليدة اللحظة. انت جميلة يا سهير يا نيلي، يا نيلي ده كتير قوي. سهير الباروني الناس كلها تبتسم، مش عارفة. أنا سعيدة إن الـ ART النهاردة استضافتك، وأكيد مقابلة جميلة جدا. أنا هسألك سؤال. اسألي يا حبيبتي. معرفش هو خطر كده على بالي، عايزة أقولك أنت يا سهير عمرك فكرتي إنك أنت بينك وبين نفسك كده تقولي أنا كان نفسي أعمل دور عاطفي او واحده بتحب من غير اي كوميديا من الاي تو زد؟ ما تقولي ليش اصل في مشاهد، لا من الاي تو زد. قعدتي صرحتي كده بينك وبين نفسك وقلتي نفسي اعمل دور رومانسي حبيبه من اول الروايه لاخرها، بس خلاص انا عملت اللي عليا، حطيت الهيدلاينز، وانت بقى يا صفاء فصفصي الموضوع. Love you. ايه رايك؟ صدقي بقى حصلت. ايه بقى حصلت؟ يحيى العالمي بعت لي بطوله فيلم. ببقى لابسه مايوه. وببقى تحت الغطا مع حسين فهمي على اساس ان انا يعني مش لابسه حاجه. ايوه. طول الفيلم عمال يبوس فيا. ما شاء الله. قلت ايه ده؟ ايه ده؟ فقلت له يا استاذ يحيى انا ما اقدرش اعمل ده. قال لي ليه؟ حد يطول لي يبوس حسين فهمي ولا حسين فهمي يبوسه؟ قلت له بوسه انت. اصل كتير اوفر. اوفر قوي. أيوة. انا عايزه تمثيل. ايوه. مش عايزه اطحن واتباس واتحضن واتباس. قلت له ايه المشكله؟ قلت له لا. ومشيت. فجاب نجوى فؤاد بدال. والله العظيم ما فكرتيش بقى. لا 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 بطوله فيلم. تفتكريش فيلم ايه طبعا؟ لا 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 مش عايزه افتكره. مش عايزه افتكريه. لا, لا 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 يعني انت عارفاه؟ لا والله ما عارفاه. لا معقول. انما المنظر وانا بتخيل نفسي على الشاشه مع حسين فهمي يا نهار اسود منيل انا. ما ينفعش انا. ما ينفعش في الحاجات دي. ما تنفعيش في الحاجات دي. ما ينفعش انا. ما اعرفش اتباس. ولا اعرف ابوس. صدقيني ورحت سايبه الفيلم. اعمل بويه.